مين اللي عليه اللعبه، انا ولا انت؟ انت عم جبال. ماشي. السلام جار سيف. انت عارف يا حنا الايام اللي جايه هيعملوا فيه ايه في الزهر؟ هيعملوا ايه يا عم جبال؟ الزهر ده مش هيبقى اتنين، هيبقى تلاته. معقوله؟ زي ما بقول لك كده. ازاي؟ لما تلعب بثلاثه زهر ايه اللي يحصل لنا انا وانت بس؟ ايه اللي يحصل بقى؟ قول لي. انت بعون الله تيجي مكاني وانا مكانك ونعدي ونبقى فوق السحاب. اه هو ده بقى اللي بقول عليه تبديل المواقع. ومحدش يعرف مين اللي غلب. هو ده. صبح علينا بقى. هي هناك دلوقتي. حلو قوي، يعني نزلت الشغل. اه نزلت. انا فضلت مراقبها زي الضغط لحد ما راحت وسايبها هناك من ساعتها. برافو عليك يا قاضي، يعني فتحوا المحل؟ فتحوا المحل يا ريس. طيب ماشي، اتكل انت على الله. تقولنا بقى حاجه؟ لا 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 خالص. بقول لك يا قاضي، قول يا اسطى. اوعى اوعى خميس. اوعى تجيب سيره من اللي حصل ده لاي حد، حتى ولا انا. عيب يا اسطى، هو خميس الريس صغير. اتكل على الله. عايز حاجه؟ لا، ما انا قلت لك اتكل على الله. سلام يا ريس. يا عم جمال، مش هتيجي نكمل العشرة ولا ايه؟ تقول يا حنة نكمل العشرة. يا عم خلاص يا عم، اعتبرها خلصت. ايه العشرة الطيبة ملهاش وقت تخلص فيه، اكيد هيجي لها زمن وتخلص. طب لو مؤاخذة، وانت واقف كده ليه؟ والواد خميس ده كان عايز منك ايه؟ يا حنة يا حنة، انا ليا ميعاد كده بقف مع نفسي مع غروب الشمس، تلاقيني واقف كده في قلب الحارة بقف كده. كل يوم اظبط الساعة تلاقيني بقف كده وبتأمل وبفكر. هتنط معايا هديك ثلاثة زهر، ما تهدى بقى. طب مستنيك بقى، ما تغيبش عليا يا عم. يا سلام عليك، ده انت يا لهوي يا حنة.